أولى أولى يا أرض مدى زبطتك يا متخلف. بتعمل إيه؟ بتشرب حشيش. أدي جسم الجريمة يا حضرة الضابط. أجيال بحالها بتتدمر. أنا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق أنيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوية يا هانم أرجوكي راجعي نفسك. أراجع نفسي يعني إيه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الأول وفي الآخر أنت عارفة طبعاً إن الشرطة أخواتكم وأهاليكم، وأنا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. أنتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي أخطأ لازم يتعاقب، وبعدين نقول بره بيتقدموا وإحنا بنتخلف. ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها، ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوى قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للأسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجة. لا يا فندم، أبوك مش عايز أروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ تيتا حميني بقى. ده الظابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال إنه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وأنت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على إنها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخول، الشبي قربه بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني. شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور الفرح. سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. هو قال لي وانه قومتش اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دنور يا دنور. يا رئاسه المسيئه البيئه دي. اللي جدتك مش شغاله لنا ده بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بتبيت الف بركه تيتا. والنبي تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحضن والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده؟ تملي. اسمع، روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس، فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا. وجودك بلعان حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قابلتها لي جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار؟ بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك؟ مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. مفيش ازاي هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل، بلاش تفاهه. ايه ده انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملته جمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان. انت مواهق، بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا انا عندي 40 سنه يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. بس موسيقى رائعة تشني في الأذان، مش كده؟ ألاقي عند سعادتك كوبي أحتفظ بيه.
فافش الجو شوية. حاضر حاضر روح. نوا عوسة تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوية يا جماعة تيتا تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر فقاوة يخص. نوية يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت صفاحي يا تيتا، من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وابنا افركشه دلوقتي يا تيتا، اقطع البدلة دي وافركشه. يمشي من قدامي، روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فاحي، ده فاحي يا ساتي يا رب. نوية يا جماعة. مبروك يا رفا حبيبي. بتموت فيك يا منار، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حتة تانية. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي، كله سبات. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن، وليه شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني ياه، ما انا بعملها معاك. خلاص مجني. يا ناس عتيل الغرام، مجروح وسل دم، ويا حزن قالوا عليه طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة ونشمه، العشق خلاه دبل واصفر يا عيني، امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه. يا حبيبي يا حبيبي، عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا. انت الزمان اللي بيحييني، انت النيل اللي بيرويني. بس يا غجر، ايه السفاله وقله الادب دي؟ رايت انت. هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا حرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويعطوني. لك نقطه، البيت ده بيت محترم، لموا السلاح ده كله، وإلا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابوهيم ما بيكذبش. طب اللي حددك خله كفايه بقى يا تيتا. اخرس انت. وليه السلاح يا زميلي؟ ده يا ابراهيم، ده يا ابراهيم، انتوا جايين تنسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك، جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش. اه طيب رعد قبل انجروا على اوضتكم. يلا صباح الخير يا تيتا. مسيحه حفله الضيفه دي كان فرح جميل الحمد لله. مبروك يا عوده. صباح الخير تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجة، منوع وفاحة وفاحة بقى. بس هو وش منوع يعني ماسكة الإيد دي بالنسبة لي قد إيه؟ حياة ربنا يعني أبقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده يعني، تعرفها بقى. ممسكتش إيد أمي ماتت وصغاية، وعلاقتي بإيد تيتا إفيان أو بنيات. ألف مبروك، ألف ما مش عارفها متلخبطة بصراحة. حياة ربنا. أنا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. أوعى يا منوع، أنت في إيد أمينة. ها رؤوف افتح لي السوستة. إيه؟ حاجة منه. ايه انت بس فك السوسته ليه من اوضه وقت؟ يلا اخلص. حاجة منه. حاضر. بس انت بصراحة ماشي يعني، انا كنت عامل حساب موضوع السوسته ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. ايه يا منى؟ هو ربنا سوى مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منى الضربة دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي ليلة كلها توتر. بس هتفك هتفك بأمر الله. بقى ما كده هجيلك عشان فتح السوسته ده ليه قصور. ها ماشي. نوت بيتك منو؟ نوت بيتك. ايه ده يا اسود؟ يا ليله زي الزفت، يا ليله زي الزفت. قدامي يا حيوان، تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف. ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب.
طلع اللي معاك. ايه يا حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره. هات حضرتك كمان. وربنا ما معايا تاني. وربنا ما فيه. هم دول بس. وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا، مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني. مين اللي ادها لك؟ موان. موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده. هو ووك بكرة. أنا هسألك شوية أسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ أيوه. ومنار مستناني جوه تيتا. تتفلق منار. أوكي. واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كاليفورنيا. لا طبعا ما عنديش تجارب. ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف؟ اه اسود. انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه؟ طب يا تيتا ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها الله. بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، أكيد ماما مش حمار. لا اتضح إنك أنت اللي حمار. شكرا. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داغك. يا تيتا المدى طويل إيه تيتا؟ وأنا داخل كأس أمم أفريقية؟ يعني احييني النهاردة وموتني بكرة والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وأنا بقى جايبة لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني انت حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا؟ دلوقتي ومنور اللي متلقاها جوه دي. انت تخرس خالص. اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليله الزفاف يجب ان تتبع القواعد الاتيه. القاعده الاولى ازاله الرهبه. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنعه؟ الله يخرب بيت. طب اعمل ايه؟ ما لازم اسأل استفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا عمي. فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى. انا هفصل الاربع قواعد اللي قبلها. وبص حتى اللفظ قواعد. في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم مسيح؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياد. خد ده ذاكره كويس قوي. اكيد بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد. ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. يا مروه اخسى عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت مية مية، شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ لا. فاكرة زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى ومنوم عايش نتجوء شوية بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جوازة منى ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل؟ اهلك قدموا لك واحد عادي يعني؟ ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا منى، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه. وحياه ربنا كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهلي يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم. اصحى يا حيوان. هذا ديتا. صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم. بعد كده الصحيان
الساعة 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك كتليت، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الإنسان يزبط. اسكتي يا ابو بصي. ايه كتليت ممكن يعني طاح يعني اليومين دول نفكها شوية عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازة من الشغل. فياريت بقى لو تيتا الجميلة تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحية. اكيد كان فيه بطولة اواق ومهمة يعني، اصلي غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، مدام حنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحة. الله ينور عليك يا تيتا. قولولي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ اه يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، هجزلكوا تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. اه ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى يا حونة. يا عيني والله ما فيت حنيتها منار. والله منوة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا منار؟ شنكيني انت تقفونا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ كويسة؟ مساء الخير. اليوم اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره جاي هنا. ما هو اللي بيسالني بيقول لي لماذا لازم اقول؟ الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الإلحاق النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ ايوه. مش عرفني لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك ايه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي. امشي امشي ما تزقش. امشي محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت La gente está muy loca. ده انت طلعتي لهلوبة في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركوا لغاية دلوقتي؟ المسرحية بتخلص الساعة 12. اصل بعد المسرحية تعشينا بر. يعني غدا وعشا برا. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشة دي. ايه يا منار هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش رحمة. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها
لكن خلاص مش قادر، انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا منى يا منى اهدي شويه يا منى، مش كده اعصابك لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى، هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا، هو قصنا ده انت طلعتي لهلوبه في رقص. بس بقى يا رؤوف مش حاسه رقص كده رؤوفه؟ رقص صغير رقص صغير شو. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. تسمعوه ده بدكوا خيبه في ودانكم. تصبح على خير يا منى، اشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم، بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده، من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس ايوه منى منى معلش تيتا فين بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منى. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. ايه فجاه فجاه كده النكهه كده وخنق؟ غاب ده انا هشنك وربنا ما انا واكل.